ناس كتيرة جدا بتعاني من ألم في مفصل الكوع، عشان كده لازم تتابع معايا لآخر الفيديو هقول لك على تمارين مهمة جدا لو مشيت عليها بانتظام المشكلة هتتحل بالتدريج. بما ان عضلات الريست منشأة في مفصل الكوع وبتكون الالتهاب فيها هو سبب الإحساس بالألم، فنحرك الريست بكل الاتجاهات فوق وتحت ولجوه والبر. التمرين التاني هتفرد كوعك على الاخر وهترفع كف ايدك لفوق وهتثبت في الوضع ده 30 ثانية. التمرين ده هنعمله 3 مرات في اليوم. اما المرة دي هتفرد كوعك على الاخر وهتنزل كف ايديك لتحت وهتثبت في الوضع ده 30 ثانية. التمرين ده هنعمله 3 مرات في اليوم. اما التمرين اللي جاي هتستخدم وزنة او استك وهترفع كف ايديك لفوق وهتثبت في الوضع ده من 3 ل 5 ثواني. التمرين ده هنعمله 30 مرة 3 مرات في اليوم. التمرين اللي جاي هتخلي وضعية كف ايدك زي ما انا عامل وهتستخدم وزنة او استك وهترفع كف ايدك لفوق وهتثبت في الوضع ده من 3 ل 5 ثواني. التمرين ده هنعمله 30 مرة 3 مرات في اليوم. التمرين اللي بعد كده بسيط جدا، هتستخدم وزن وهتلف في الاتجاهين لفوق ولتحت. اخر تمرين هجيب كرة تنس وهتقفل ايدك عليها وهتثبت في الوضع ده من 3 ل 5 ثواني. التمرين ده هنعمله 30 مرة 3 مرات في اليوم. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو عندك اي استفسار ممكن تسيبه لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.